كابتن محمود الف مبروك الفوز، وبجد فخر لينا كلنا كاهلاويه فوز النادي الاهلي بهذه الجائزه، وطبعا يعني شايفين الاستقبال والحفاوه وجميع الناس يعني وحبهم لكابتن محمود الخطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحمد لله رب العالمين، يعني اذا كان الجائزه والتكريم دوت النادي الاهلي يعني بيسعى دايما ان يكون في المقدمه في كل الامور. النادي الاهلي بجماهيره اعضائه وكل مسؤوليه يستحقوا دايما ان هم يكونوا انه كلهم يعني في المصاف الاول، انه كلهم بيشتغلوا او بيحاولوا يشتغلوا بالشكل اللي يعني يخلي الامل دايما موجود في انك تكون نمره واحد يعني. لكن ده بيدي مسؤوليه كبيره جدا على النادي الاهلي وعلينا جميعا ان احنا ازاي نحافظ على ده، وازاي بقدر الامكان نوصل باذن الله ان احنا نبقى دايما على منصات التتويج في كل الـ يعني المحافل، مش بس الرياضيه، حتى يعني النهارده المؤسسه الرياضيه الاولى مش بس رياضه يعني. فالحمد لله رب العالمين. شكرا. عن حب الناس، يمكن جنسيات مش مصريين بس، ده انا شايف ناس اماراتيين وقطريين بيتسابوا على يعني. في حد بيقول لنا احنا كابتن معاكم في مصر، احنا لسه نفسنا نشوفه، فعايزين كلهم يتصوروا مع حضرتك. الحمد لله رب العالمين، دي نعمه من ربنا وربنا يحفظها من الزوال ان شاء الله. النادي الاهلي للرياضه البدنيه من جمهوريه مصر العربيه يتسلم الجائزه سعاده محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي عن المبادره المتميزه المجموعه الاقتصاديه للنادي الاهلي التمويل الذاتي.